كل يوم نحاول نرسل رسالة إيجابية للعالم أن نحن عايشين في منطقة فيها الحرارة 50 والرطوبة 100 والمنطقة فيها هذه الأوضاع، ولكن نحن نحاول نرسل رسائل إيجابية توصل شرق وغرب أقصاه من إلى أقصاه. نحن سعادتنا ما في جمع المال، ولكن في توظيفه للبلاد والعباد المحتاجين. تبني المستشفيات وتعمر المدن وتقيم المدارس وتنشر رسالة محبة الإنسان لأخيه الإنسان، وتحمل لواء العطاء للبشر كل البشر.